هاي كيفكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا الف خير يا رب. وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو، اليوم الفيديو هو فلوج مثل ما انتم بتحبوه. فاليوم رح اعمل كثير شغلات وكثير متحمسه. اوكي، فاول شيء اليوم الصبح وصل الايباد لاخي اللي طلبت له اياه. رح اعمل مفاجاه وهيك وفاجئه وما بعرف شو. بعدين جبت هيك هدايا صغيره لعائلتي من موقع نيو تشيك، وبعدين رح اورجيكم اياهم كلياتهم. كمان حابه اني اقص شعري اليوم ومقلب امي، بس ما بعرف هذا الشيء رح يزبط. كتير حابة اقص شعري، كتير كتير، بس هي يعني ضد الفكرة نهائيا. اوف اوف، ما بستجي احكي عن الموضوع حتى. ف حابة اعملها هيك مقلب صغير بما انه لسه ما مقلبت امي. اوكي، هلا رح نادي لاخي واقول له انه يجيب لي كاسة مي. روند، في خط حكا عرش مرقنا. بس في ايباد ناي جيبهات. Is this Kiko? Wow! What did you say? I'm going to tell you. What is this? What is this? What is this? Don't worry about this guys, because the kitchen will come tomorrow and they will do it. Okay, the water. We have to look at it now. I told him to go outside and I'm going to give حط الايباد تبع انا زوي سامسونج، يعني كتير هيك صغير بالكرتونه. بعدين اول شي رح نورجيه الكرتونه اللي فيه الايباد تبع انس، وبعدين رح نورجيه الكرتونه طبعا الحين ما فيه ولا شي، وبعدين رح حطيه الكرتونه تبع يا ايش مصدر. طلع على تختي. بس ايدي يلا. لا 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 خلص. واو، طلع هون مكتوب اسمه، يعني محفور بالهي شو اسمه بالايباد. واو، انت كمان بدك هديه؟ بيست اوخن جشنك يا ايش هاب فاس في دش ماخت اني اوغن تو. قلت له انه تغمض عيونه. يا تحيه مرحبا. يا جماعة اطلع بس فين الشيء يا كر. يا دستاينة دستاينة يا كر. يا فجأة طلعوا على هذا الجاكيت، جبت لها من نيو تشيك كتير 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 ناعم ومجد، يعني اذا بتلبسه بس بدي اني ضمه. طبعا احط لكم كل شيء بالوصف مشان تقدروا تشوفوها. اوكي، هاي ثاني هدية طلعوا. اوكي انا سكيت، كانت انا هون ما افهم. اهلا جاهز. طلعوا جايز تضغط هون شو بيصير. كم بتشن. فجايز قبل ما اكمل بالهدايا الثانيه، يمكن عم تسالوا حالكم ليش هلا عملتي الهدايا ما بعرف شو. هن كانوا الهدايا على الاساس اعطيهم اياهم براس السنة، بس للأسف توفت ستي، وإنه هيك ما حبيت أعمل هذا الفيديو، حبيت إنه استنى شوي مشان أمي كمان. وبصراحة بهاي الفترة أصلا ما كان إلي خلق هيك صور أو نزل أي شيء، بس هلأ الحمد لله كل شيء صار بخير ورح أرجع لكم بفيديوهات الحلوة وهيك. أوكي حبايبي، فهدول الأغراض لأمي، مو كلياتهم بس أغلبهم. أوكي، فهي هيك ماكينة مثل ما شايفين، هيك ماكينة للأظافر. أمي كتير بتحب هيك شغلات، فحبيت جبت لها اياه. عليه هيك أكتر من راس لهيك شطهم صراحة. ف يا جبت له هاد بصراحة، الكرتون مبينة إنه قديمة ما بعرف ليش. وبعدين جبت لها فرشات للمكياج، لأنه من زمان كانت عم تسأل على هدول،
وما كانت تحب تستعمل الفراشي تبعي لأنه ما كانت تحبهم وهيك. وكمان جبت لها هيك ست مثل ما شايفين هدول الاثنين الاثنين للأظافر. هاي لما الواحد بمنكر أظافر بيحط إيده بالمناكير تحتها ودغري بيصيروا فهيك كتير صغيرة وميني وبتجنن. وهي عايز ما بعرف إذا شفتوه شي مرة بس رح أحط لكم فيديو هون إذا لقيته. فأمي مرة شافت فيديو عنه قالت أوه ماي جاد حابين يجربون هيك لهيك جبت لها إياه وبيجي معه كمان مزيل المناكير وهيك يعني. فهي ثالث أو ثاني أو رابع هدية لأمي. المهم جبت لها هيك ست من الشناتي بصراحة ما كتير عجبوني انه مناح انه شكلهم حلوين وهيك بس مبينين انه كتير قدام والكواليتي يعني ماشي حالهم. عم رتب غرفتك بس ما عم طلع عليه. اوكي هاي اول شي فراشي لك. كتير حلوين للأظافر انه بتعملي هذا بس تحطي هاي وهديك وبس. انت بتعرفي انا بحب اسوي أظافر. اه كتير بعرف. وكمان لانك بتحبي تعملي اظافرك جبت لك كمان هاي الماكينه اللي كثير منيحه للاظافر. جبت لك طقم وشي خدي هاي الشنطه. ثاني شيء خدي هلا بس ليش ما جبتي اسود. ثالث شيء خدي هاي كمان. انا ما بحب هيك رايكم حلو ولا مو حلو؟ مو حلو ما؟ خدي هاي كمان عليها طقم وخدي هاي كمان كل هاي الشغلة عليها هاي كمان. أكثر شي عجبني ها المكياج حلو. هاي للمكياج حلو. هاي ما حبيتها للصغار. اسلموا ايديكي ليش معلم حلوين. اوكي اوكي جايز فهلا بنجي لهدايا الشباب. طبعا في لسه بس اول شيء رح نبلش بهدول. اول شيء جبت لاخي هيك هودي هيك عليه رائد فضاء. ما بعرف ليش بس هيك كمان عليه هيك رائد فضاء جبته لاخي الثاني. فخلونا نروح ونشوف شو رح يكون رايهم. تعرفي عن ماغنوس قطر؟ سكوا اوكي. سليمان سليمان الساعة 3 الا 6 دقايق هو لساته نايم. عندي هيك هدية لك. It's Mr. Walsang. واو. لازم تقول واو. شكرا شكرا اخواتي. اوكي جايز فلزانا جبت له هيك تيشيرت كتير حلو هلا رح اشوفه لما يفتحه. وكمان جبت هيك بيت تليفونه واحلى شي فيه انه فيه يحط سماعاته هون لانه زانا دائما 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 سماعاته كل مكان بالبيت تلاقيهم بالحمام بالغرفة بالمطبخ بالزبالة بكل مكان. وبعدين جبت له هيك شيء بيضوي هلا رح نورجيكم الضوء تبعه بعد ما زانا يفتحها. زانا زانا البس اف طلع هاي مشان ما عاد تضيع الايربودز تبعك. ورجينا ورجينا التيشيرت. يا اوفا سايز جايبت له اكس اكس. فجايز هذا هو الضوء طلعوا ما احلى طلعوا واو. احلى شيء انه الالوان بتغيروا كون هون. واو مرحبا اخواتي. هاي جبتها لرفيقتي ايا. جبت لها هيك شيء كتير كتير كيوت عارفها كتير بتحب هيك شغلات فحبيت اني هيك. المشكلة انه طلعوا الكرتونة كيف اجت هاي هي المشكلة الوحيدة. رح حطها اول شيء هون وبعدين اورجيكم شو قصدي. طلعوا اوه ماي جاد ما احلاها. هون في هيك غزال شايفينه فاذا بتعملوه هيك بتشوفوا الغزال هيك من تحت
والهدية يعني بتجنن بتجنن كتير حبيتها أنا، فقلت أكيد آية بتحب هيك شغلات فجبت لها إياها. أوكي هلا منجي لراما، أغلبكم بعرفوا لراما هي بصفي، فجبت لها شيء دائما بذكرها فيني لأنه بعرف كتير بتنساني لما بصير عنا عطلات وهيك ما تتذكرني أبدا، لهيك جبت لها شيء مشان تتذكرني دائما. طلع في هون أمر وهون أمر وهون، لأنه هلا حجر منزلي ما فينا نطلع لبرا وهيك لهيك ما فيني أعطيه إياه، بس رح أعطيهن أول ما أشوفهن هيك. وكمان جبت بدلة لأبي بس بصراحة أعطيته إياها وفتحتها لأنه ما قدرت استنى، هيك كان شكل البدلة، مو أحسن شي بالكواتي بس كمان إنه منيحة وبتدفي وهيك. بصراحة ما عندي إياها هون لهيك ما فيني أوريكم إياها، أنا آسفة كتير. فجايز مثل ما شايفين هون عنا علبتين لازم نروح وبعتهم لأنه هدول هدايا المسابقة اللي عملتها مثل ما شايفين. Oh my god oh my god oh my god، هلأ رايحة قص شعري. كتير خايفة كتير 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 خايفة، خليني اخذ معي مقص. كتير كتير خايفة من ما تزعل امي، الله اعلم شو رح تقول. Back about 2-3 inches. So keep your head straight. جايز انتو دخلتوا الفيديو مشان هاي الصورة، انا اسفة كتير عملت لكم كاتفيش. انا هلا بس رح اقص الغراء، يعني مو بس الغراء يعني هذا شيء كتير كبير لي، ما بعرف لان امي بحياتي ما بتخليني اقص شعري، فهي المرة رح اقول ماما خلص لا. انا عملت 17 وبعمل لي اللي بدي اياه، لا لا تعملوا شغلة زي انا مو هيك صراحة. لازم نظبط الموضوع شوي. صح حلوين كيف حلوين. مي رح تقتل. لا لا حلوين كيف حلوين حلوين ماما جاي كيف اخبارك؟ نبجة تقصان دي خذي تقصان بس ازل تبدو حلوين ما حلوين لا ماما والله حلوين حلوين والله كان يعني حيفا فوراتها تتشيط قصين شمال جبرشة ها؟ احكي عربي ما بدي احكي عربي لا تلوميني لومي المتابعين هن طلبوا مني هذا الشيء متابعين تبيجي خباجة نفع بدا يس